حبيبها ده غايب عنها قطع الاخبار صبره وهي مستنيه بنارها بالي نهار صورت ولا نالت سالت دمعه فانا ومين يمزح يا ولده دمعتها اللي بقالها سنين في المولد تايهه وحواليها ناس رايحين شانوزة. بس انا خفت عليكي فحبيت اشوف انت فين وعرفت طريقك من ريحه الياسمين اللي انت حطها. وعجبتك؟ قوي. اوعى تقول لحد انك فقست نمرة الساحر. والله ايه مش عارف تدفعي كام بقى؟ ارجع لك ال 100 جنيه بتاعتك. ما تنفعش، شوفي حاجه تاني. عزمك على العشاء. وانا دي كمان، فكري في حاجه تانية. ايوه بقى يا باشمهندس، مش كفايه انك خطيتني؟ معلش يا نفسي، بس كنت خايف عليك. يا بصبتي هي البنت ما طلعتش ليه؟ لا كل الخنجر ضرب في قلبها وماتت. ان شاء الله. انت يا جمالات بتقول ايه؟ بتفول على البت ليه؟ ما نفولش عليها، ده شغلنا واكل عيشنا. عامل لك شيء تاني يا عم حسن؟ لا مش مهم، نورنا والله. الله يخليك يا زغلول. رايحه فين يا نوسة؟ هروح اعش امي وراجع. روحي يا اختي، ربنا معاكي. روحي، اهم حاجه رضا الام. خد يا باشمهندس، خد البطاطس دي. ربنا يخليك يا جمالات، انا بعرف اكل نفسي. كل انت كل البان وشب. ربنا يخليك يا رب. اللبش بنت شويه السلطه تدوط مني انا بقى. اتفضل اشكر عشان تفتح نفسك. ربنا يخليك يا رب. عايش انا بنسى الاسم بس. خربوش اتفضل. ايدك يا واد، سيب الاكل ده للباشا. جيب شويه سلطه يا خربوش. لا خربوش، خد يا باشمهندس، خد التمنيه دي سخنه من ايدي. افتح بقى بقك هم يا جمال. قول السلطة دي هتفتح نفسك، دي حلوة، ده أنا عاملها لك مخصوص. قول. طب والله نفسك حلو، ابن سبعة زينا. لا يا أخويا، ده ابن تسعة، ابن حلال زينا. كل من إيدي يا باشمهندس. ربنا يخليك يا جمالات. قول من السلطة دي، ده أنا عاملها لك مخصوص. قول. يا نوسة هتأخر ولا إيه؟ لا زمانة جاية. كل طالما أخويا قال لك كل من دي. شايف اللي أنا شايفاه ولا؟ إيه؟ الولية واخوها عمالين يرسموا على الباشمهندس، الظهر عايزين ياخدوا لي حسابهم ولا ايه؟ طب ما قشطه، ما كله مصلحه الفرقه. ولا جرى ايه؟ في ايه؟ نيلك ده تبع نوسه.
هو المول هيكلف كام حسين؟ يعني حوالي 70 مليون. هو مول بس؟ مول وسينما ومكاتب وشقق سكنية. طيب وانت تصوراتك يكسب كام يعني؟ يعني يبقى في حدود 100-120 مليون. خلاص انا داخل معاك بمعداتي والعمالة اللي عندك. اهلا منورين. هاي اهلا. تيجي ناس كده كتير ولا ايه؟ يو بقى يا ماما بلاش الفضايح دي قدام الناس. مع انه ما جه بيقولوا ايه لما يشوفوكي كده؟ يقولوا الواد ما عبركيش ما في 60 داهية. والله يا عيال انزل انا اعمل مرور عليكم بدل ما الاقيكم واخدين بالكم من الامن. كل واحد مالي في حاله، اللي عمال ياكل رز ولحمه، واللي عمال يشرب شاي ويشد بوري، واللي عمال يتفرج على الخوازي وهي بترقص، وسايبين الناس تتسرق والستات تتعاكس. انا نبهتكم وعرفتكم نظامي وقلتلكم ايه نظامي بالظبط، وانتم ما نفذتوش الاوامر. استقبلوا بقى الوش التاني. قول ايه بقى يا سعاده البيه؟ ده احنا ما بنشوفش الظفر الا من السنه للسنه. والشاي كمان يا مدكور ما بنشوفوش غير من السنه للسنه. انا دماغي تقلق والله يا فندم، فقلت اظبطها بكوبايه شاي علشان افجر واعرف اشتغل. لا يا استاذ الشغل ده مش هينفع معايا خالص. عايزين اي حاجه اجيبها لكم لحد هنا، اكل شرب اللي انتوا عايزينه، بس تخرجوا من هنا كل واحد عينه في راسه ومفتح عينيه. كلام واضح؟ واضح يا فندم. ربنا يعمر بيتك يا فندم. يعمر بيوتكم بالفلوس الحلال مش بفلوس الغلابه. اصرف يلا، مش هسمح باي تجاوزات تانيه. خد لقمه البتنجان دي زي العسل، هي مشطشطه بس زي العسل. ربنا يخليك يا جمالات، والله مش قادر. خلاص كل انت بالهنا والشفا. خلاص كل من السلطه اللي انا عاملها لك، ده سلطه زي الشاه. ماشي يا خربوش. حاضر. منور يا باشمهندس. ربنا يخليك يا عم حسن، ده نورك والله. والله يا ابن الود ودي ان انا كنت ابح لك عجل من العجول اللي عهد دي. ربنا يخليك يا عم حسن يا رب. ايه ده؟ انتوا شطبتوا على الاكل؟ لا يا نوسه تعالي، انا قدامي اكل كتير اهو. بالهنا والشفا يا باشمهندس، كل انت. لا مش هكمل اكلي الا لو جيت قعدتي تاكلي معايا. الله جرى يا باشمهندس، وانا جايبه لك الاكل ده كله عشان تقول لها تعالي كليه. يا جمالات مش بيقولوا لقمه هنيه تكفي 100؟ خلاص يبقى سلطه هنيه. ما تاكل ولا انا مش قد المقام ولا ايه؟ لا ازاي يا خربوش، ما تقولش الكلام ده. تعالي يا نوسه، تعالي تعالي اقعدي. تعالي هنا يا نوسه في الواسع، الحته دي واسعه. لا خليها هنا عشان تبقى بس قريبه من الاكل. طب ما تخش عليا انت، تعالي. معلش هناكل بس يا جمالات. كل انا والشيف. السلطه بتاعتك يا خربوش. تسلم ايديك. ها ايه رايك؟ شويه سلطه معمولين مزاج فيهم صنعه. حلوه 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 خربوش قوي. دوق 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 جمالات. لا ده دي جيت مخصوص. خد يا نوسه كل. وانت هتاكل ايه؟ انا اكلت الحمد لله، حتى اسالي جمالات. يعني اكلتي ايه؟ ده انا عماله اتحايل عليك عشان تاكل، مش عاوز تاكل. ما اعرفش كان نفسك مسدوده ولا ايه؟ يا بختك يا باشمهندس، جمالات بنفسها بتاكلك. دمك ده عيالك والله. والسلطه بتاعتك كمان. بقول لك ايه يا باشمهندس، انت بكره بقى لازم ترد لي العزومه دي. بس كده؟ بكره يا جماعه ان شاء الله كلكم معزومين على العشاء. الله جرايه يا باشمهندس، وانا كنت بقول لك عشان تعزمني الفرقه، انا كنت عايز اتعشى انا وانت لوحدنا. والله يعني على راي نوسه الاكل ما بيحلاش غير في اللمه. بقول لك ايه؟ طب اديني شويه من السلطه اللي قدامك دي. قوي قوي يا جمالات، دي هتعجبك جدا. تسلم ايدك. عشان لما تحرم من ايديك ابدا. انا والشيف. ايه ده الله يحرقك جوانا محطانا في السلطه؟ قوم يا فقر يا ابن الفقريه، هات لي ميه بقي مولع. قوم يا ولد هات لي ميه. ما تزوقش يا خربوش. الله انا ما كنتش عايزاك تاكل منها. ما تقلقيش هردها لك. يا ستي امشي، ما الناس دي لازم تمشي. ما واقفين اهو. اطلعي بس قدامي، اطلعي. اوعي البت. ايه ده؟ عربية عمر اهي. عربية عمر؟ الله 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 الله. طب اقف جنبه هنا، اقف جنبه. ايه اللي جابه هنا؟ إيه يعني جاي يتمرجح ولا ايه؟ اكيد عجبه الحال هنا. اقف هنا. تعالي بس. تعالي فين؟ اركني وهنخش على رجلينا جوه. ازاي انا هنزل هنا يا عم عصفور؟ لا طبعا انزل انت. ما هو ما ينفعش نخش بالعربيه جوه في وسط الناس. اتفضلي اقفلي عربيتك. تعالي. معقول عمر هيسيب عيد ميلاد مهو ويجي مكان زي ده؟ ايوه مكان زي ده. انا عارف هيكون هنا. تعالي بس. تعالي وانا هجيبه حالا. حلو يا باشا. مش حلو؟ قولوا النبي. والله امال الناس ما بتضحكش عليها ليه؟ هاجي بكره اقعد لك في الصاله واضحك واقلب الدنيا. والله عايز يا باشمهندس،
بقى انت قاعد تضحك وتهزر هنا وبابي قالب الدنيا عليه. تبين يا بيت بابي ده انت قاعد شلالنا هنا يا عم بيت فراد ده العادي فيه. انت مين يا اخته وعاوزه ايه؟ بس يا جماعه دول تبعي تبعي. معلش يا منى اصل قاعده مع الجماعه ما يتشبعش منها. طبعا يا باشمهندس ما هو باين. انما يا منى اتعشيت حته عشوه كانت عايزاكي. خليهم يقعدوا يا باشمهندس ونبعد نجيب اكل تاني. تعالى يا منى تعالى اقعدي جنبي في واسع هنا وعيون. ايش هينفع؟ يلا يا باشمهندس بدل ما الباشا الكبير يجي ياكلنا كلنا. عن اذنكم يا جماعه هتمشي؟ لازم امشي يا نوسه وبعدين اهو تستريحوا شويه برضو. هنشوفك بكره؟ طبعا هتشوفيني بكره. صباح الخير. وانت من اهل وانا اصبع على اي حبة عين على حاجة حلوة زي كده يا جمالات. يلا يا باشمهندس قربتوا تقولوا لبعض صباح الخير. لو انت مالك يا جدعان انت بتتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ معلش معلش يلا بينا. مع السلامة يا باشمهندس. سلام يا سلام. استناك تيجي تضحك في الصالة. ماشي يا باشمهندس. جدعان ابن حلال بشكل. معقول يا باشمهندس حد يسيب حفلة عيد ميلاد مها هانم ويجي يقعد مع شوية القرود دول؟ مش مهم يا عم عصفور كلنا ولاد ناس. المهم دلوقتي هنقول لبابي ايه؟ هو اتصل؟ يوه يجي 10 مرات. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا عم عصفور؟ شوف لنا حل. اتصرف فكر شوف هتقول للباشا ايه. ده الباشا لو شافك ممكن يسحلك يا باشمهندس. يلا اتفضل اتفضل. هتيجي معايا ولا معايا يا عم عصفور؟ معاكي طبعا مش معقول اسيبك تزوق لوحدك. اتفضلي اتفضل يا باشمهندس. اتفضل اتفضل اتفضل. انت هتنامي؟ يا دوب بقى. كنت عايزه اقعد ارغي معاكي شويه. نوس كل يوم بنقعد نرغي. اقعدي يا نوس ارغي. شفت عمايل النغه جمالات قصدها ايه دي؟ قصدها يعني انت مش عارفه قصدها يا نوسه؟ دي لا عامله حساب لحد ولا مراعيه ان هي على ذمه راجل تاني ولا اي حاجه. شفت كانت عماله ترمي جدتها على عمر ازاي؟ سيبك منها دي قدام. قوليلي تفتكري مين البنت اللي جت سالت عن الباشمهندس النهارده دي كانت هتموت عشان سايبها؟ يمكن اخته ولا حاجه. وليه ما تكونش خطيبته ولا مراته؟ انت ما شفتيهاش اتضايقت ازاي لما شفته قاعد معانا؟ لا لا ما افتكرش انها زي ما بتقولي كده. ليه يعني؟ اصل ما فيش في ايديها دبله. اصل انا نقرت الصباع اللي بيبقى فيه الدبل. ما هو كمان ما فيش في ايديه حاجه. تطلع مين دي بقى؟ المهم قولي لي هو طلع ازاي من صندوق الساحر؟ مش هقولك. زي ما قلت لك يا عم عصفور اوعى تقول لبابا انا كنت فين. خصوصا ان هو هيبقى جاي زعران جاهز عشان ما حضرناش عيد ميلاد معاه. انت مش مهم التقل كله عليا انا. عليك انت؟ امال هيعمل فيا انا ايه؟ ده سايبك امانه في رقبتي. امانه في رقبتك ايه بس يا عم عصفور؟ وانا عيل صغير. المهم قولوا لي انا هتصرف ازاي؟ اقول ايه؟ انا عندي فكره. احنا نقول انك انت اتحبست في الاسانسير لحد ما جم هدوا الحيطه وخرجوه. برافو عليكي. هي دي الفكره الصاحبه. بس اسانسير ايه ده اللي اتحبس فيه؟ صحيح اسانسير ايه؟ اسانسير العمارة اللي فيها الترزي. ترزي ايه؟ الترزي اللي رحت تجيب من عنده بدلتك الجديدة اللي هتحضر بيها عيد ميلاد مها. قام وانت نازل الاسانسير عطل بيك والدنيا اتقلبت بقى. بس بابا عارف يا فرحة اني بجيب كل بدلي جاهزة وما بحبش التفصيل. خلاص انا مالي بقى اتصرف شوف لك فكرة تانية. انا غلطانة. خلاص لا غلطانة ولا مش غلطانة. انا لازم امشي دلوقتي بدل ما اقعد واخد كلمتين في جنابي بعد اذنكم. لا بليز يا عم عصفور خليك شاهد. مش مرتاح للواد اسمه عمر افندي ده يا منى. من جهة ايه؟ جات نوسة. إذا كان على نوسة ما تقلقش منها. نوسة بنت حرية وحسن كوفتة بتلعب بالبيضة والحجر. لا يا منى أنا أول مرة أحس إن البت دي عينها من حد. أول مرة. كل ده شغل أوانطة. أنت ما بتشوفهاش بتعمل إيه مع الزباين؟ يا جدع انت انا الاوانطه وافهم في الاوانطه كويس. لا ده شغل تاني شغل جديد. انت بتحبها يا خربوش؟ بحبها قوي. حاسس بيك بس مش حكايه حب وبس. البت دي لازم تبقى تحت طوعك يا منعم. الفرقه من غير البت دي ما تشتغلش. هي الفوره الزباين بتيجي عشانها. عايز البنت دي تبقى تحت طوعك يا ريت. خلاص اتجوزها. دي يبقى يوم المنى والهنا. بس مش من قبل ما اخد حق من الواد اللي اسمه عمر ده. الواد ده مش سهل. الواد ده ناعم ودحلاب. خدت بالك انت لما جه كل معانا وعمل نفسه ان نفسه حلوه كان بياكلها في بقاه. بس خربوش برضو ما سكتش. رقعتهولك قرنين فلفل قرنقوطي من اللي قلبك يحبه
يبقى قابلني بقى الصبح في الكنيف. ايه ده ايه ده؟ انت فاكر انك هتنام ولا ايه؟ تعالى معايا يا حبيبي تحت استلقى وعدك. انت مش قلت له ان انا نمت؟ لا قلت له ايه؟ لا قالت لي صحيه. قولي له ان لقيته نايم وبيحلم كمان. لا معلش عشان خاطري انزل بس معايا وبعدين هكلم. يا بنتي قولي له بيحلم بقى بيحلم. بيحلم وانت واقف. حلمي ايه ده؟ انت كويس؟ بابا ده انا كنت نايم في عز النوم ومنى هي اللي صحتني. بلاش كلام فارغ. انت كنت فين الليله؟ معقول هي منى ما قالتش لحضرتك؟ ولا عم عصفور؟ لا ما قالوش لحضرتي. كنت في الاسانسير. مش كده يا منى؟ مش كده عم عصفور؟ تمام. اسانسير ايه وكلام فارغ ايه؟ انت تعرف ان بسببك كانت هتحصل لي كارثه؟ ايه يا سيادتك كنت مزنوق في اسانسير ولا ايه؟ اسانسير ايه وكلام فارغ ايه انت؟ ايه يا عم عصفور الكلام اللي بتقوله ده؟ معقول يا بابا هيتزنق في الاسانسير؟ انت تعرف ان مشروع المول كان هيضيع من ايدي بسببك؟ البنت لما انت ما جيتش زعلت وتنرفزت وابوها قال لي شايف ابنك بيعمل ايه بنتي؟ للدرجه دي يا بابا مها زعلانه عشان ما رحناش عيد ميلادها؟ مش عشان ما رحناش، علشان الافندي ما راحش، ولو ما كنتش اديت لها الهديه اللي انا اشتريتها باسمه كان زمانها دلوقتي سخسخت وماتت وراحت في 60 داهيه. اه ايه ده؟ في ايه مالك؟ سكاكين بتقطع في بطني يا بابا. ايه كده اهو مره واحده؟ مش عارف ايه اللي حصل. انت تعبان بجد يا عمر؟ والله تعبان يا منى مش قادر. هاتولي دكتور بسرعة. بطني. هاتولي دكتور. حكاية المساج بقى دي اللي انت طالع لي فيها اليومين دول. الديسك تعبنا قوي اليومين دول. لما تشوف دكتور كويس. ما انا رحت للدكتور. قال لي لازم اعمل عملية وانت عارف انا بخاف من العمليات. صباح الخير يا بابي. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. صاحية بدري يعني النهاردة. عايز اعرف عمر ما جاش امبارح. بالذمة دي عمايل واحدة عاقلة. ما تشوف حكاية بنتك يا عبد الأول. الكلام ده مظبوط يا حبيبتي؟ ودي فيها حاجه دي يا بابي؟ الا فيها بنت عبد القوي جديد. ما تسالش سؤال زي ده. هو اللي يجري وراكي وانت اللي ما تعبرهوش. سمعتي بقى كلام ابوكي؟ هو يعني بيرد؟ ما انا كل ما بكلمه يا اما ما يردش يا اما قافل تليفونه. شايف؟ شايف الفضايح بتاعت بنتك يا عبد القوي؟ انا نفسي افهم انت عايزه منه ايه؟ ما تردي على سؤال ابوكي. سكتتي ليه؟ حاسس بحاجه هنا؟ لا يا دكتور. طب وهنا حاسس بحاجه؟ لا ولا هنا. لا الحمد لله انت بقيت كويس قوي. غسيل المعده اللي عملناه هو اللي انقذك. بس يا ريت ما تلخبطش في الاكل مره ثانيه. اللخبطه ايه يا دكتور؟ هو اللي ياكل فول وطعميه بلخبط؟ دي ثلاث ارباع مصر عايشه على فول وطعميه. ايه ده؟ انت من امتى بتاكل الحاجات دي؟ يا باشمهندس الحاجات دي ليها ناسها بيبقوا مركبين خلطات. لما انت مش قد الحاجات دي بتعملها ليه؟ لو النبي اسكت انت خالص. ها؟ انت اخر واحده تتكلمي في الموضوع ده. انت فاهماني ها؟ خلونا في المهم. هو ممكن يخرج يا دكتور؟ طبعا ممكن يخرج، بس هو لو حابب يقعد معانا يوم وياكل من اكل المستشفى عشان يعمل معدته مفيش مشكله. يعني اسافر وانا مطمن؟ انا قلت لسيادتك مفيش حاجه، ده حاجه بسيطه، ده كل كان عنده تلبك معوي. لا تمام طالما بقيت كويس بقى يبقى. لا 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 تخرج ايه؟ انت تقعد هنا النهارده وزي ما قال الدكتور ياكلوك اكل صحي عشان معدتك تخف. اهو اكل المستشفى ده اكبر عقاب ليك عشان تحرم ترمرم تاني. يعني انا هقعد هنا لوحدي؟ انا هفضل قاعده معاك لحد ما تنام. اظن بقى مالكش حجه. خدي بالك عليه اوعي يزوغ منك. حاضر. طب يا دكتور احنا متشكرين يعني. انا تحت امر سيادتك. عن اذنكم. اتفضل يا باشا. اتفضل. بعد اذنكم. ما كنتش اعرف انك طفص بالشكل ده. احكي لي بقى ايه اللي كان مسهرك معاهم امبارح؟ انا عايزك تراوي عصفور. شوف بيروح فين وبيجي منين. الأكلة اللي أكلها دي بالذات أكلها مع مين وفي أي مكان؟ هاجي من السفر تكون بلغتني بالحاجات دي كلها. أنا أصلي مش مطمن من الحكاية دي. ولا ما يا باشا. بتشوفي حاجة؟ لا ما تشغلش بالك، أنا هشوف كل حاجة بنفسي. طلبية البطاطين واللي الحفة عملتوا فيها ابتديتوا ولا لسه؟ ابتدوا يا باشا ابتدوا. هو إدى أوامر للعمال قبل ما يحصل اللي حصل ده، بس كل شيء تمام، هم ابتدوا خلاص. بس مش عايزه يتعب اليومين دول لحد ما يسترد صحته ويبقى بعافيته. ما تنساش انه داخل على جواز. ما تقلقش يا باشا، انا هتابع الشغل بنفسي. وانا كمان وانا مسافر هبتصل بيك كل يوم علشان اطمن. تمام يا باشا تمام. وانا مالي انا؟ ايه اللي يقعدني تاني في المستشفى دي؟ انا ساعه كده بابا يكون سافر وازوغ من هنا على طول. يا سلام، ومين اللي هيسيبك بقى تزوغ؟ هو في غيرها؟ اختي حبيبتي وروح قلبي. لا بس الدكتور قال انك لازم تستنى النهارده في المستشفى. لا الدكتور قال مفيش داعي نقعد في المستشفى. بس بابا قال انك انت لازم تقعد النهارده في المستشفى. طب والشغل اللي عندي؟ ها الشغل اللي عندي اعمل فيه ايه؟
فاكراني فاضي يا بنتي؟ ده انا ورايا طلبيه ب 50,000 بطانيه و 20,000 لحاف، يخلصوا امتى دول بقى؟ ولو صحتك اهم. استنى رد على المكالمه. رد. ما ردتيش ليه؟ دي تلاقيها ما؟ لا دي واحده صاحبتي مش عايزه ارد عليها. وبعدين بقى هتردي يا بنتي عليها وخلصينا، لكن دينا غايه هتقعد تتصل كده على طول. مش عاوزه ارد انا على حد دلوقتي. ايه ده انت قلبت عليها ولا ايه؟ ما كنتوا حبايب؟ لا مصدعه مش عايزه حد يرغي معايا، انا هو دي كوبايه شاي. استني بس رن الجرس تجيب لك اللي انت عايزاه البنت على طول. لا انا عاوزه امشي رجلي، رجلي نملت. دي حكايتك يا منى النهارده. معلش يا حبيبي ما كنتش عارفه ارد عليك عشان انا في المستشفى. ليه مالك في ايه؟ يعني ايه مقلقش يا منى ما تتكلمي على طول في ايه؟ عمر؟ ازاي الكلام ده؟ طب المهم طمنيني هو كويس دلوقتي؟ الحمد لله. حرام عليك يا شيخ سايبت الركب. وبعدين تعالي قولي لي هنا بقى هو اخوكي معدته بالرقه دي؟ يا ست اللي بتريق ولا حاجه، انا قصدي يعني ما بيرمرمش زينا. قلتيلي لا تلاقيك يا بس جامد بس المرات. طب المهم هتعملي ايه بقى النهارده؟ يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني مش هقدر اشوفك؟ طب اقول لك ايه؟ ما تقدريش تزوغي من عندك ولا نصايه بس عشان خاطري. بس لقيتها انا هكلم مها في مصر. مها دي الجو بتاع عمر، او بمعنى اصح يعني عمر هو الجو بتاعها. لا 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 دي فظيعه، دي لازقه بغيرك. انا هكلمها اقول لها على اللي حصل، وهي لو تطول تأجر طيارة أو صاروخ هتعملها عشان تجيله جري. لا 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 أنا متأكدة إنها هتيجي طبعاً. بتتكلم في إيه؟ وساعتها بقى أول ما هي تيجي هزق أنا عجلي وأجيلك. إيه رأيك في الفكرة دي؟ ليلة إمبارح مجان يا شنو وإحنا لسه أول يوم. أنا ليلة إمبارح مجان يا شنو وإحنا لسه أول يوم. قبل ما ترميني في بحورك، قبل ما ترميني في بحورك، مش كنت تعلمني العوم، مش كنت تعلمني العوم. نومة يا بت اللي بتغنيلي، قلقت منامي. إلهي ربنا يولع فيك بجزوز. الله أجر يا خربوش، بغني لك يا أخي. طب افرض بزعجك تقوم تخضني كده؟ اتسمع يا سلام فطاتك في الطش. خلاص اهدى. طب شوية ما عندكش حاجة وسخة اغسلها لك؟ اتغسلت في ليفة وصابونة، أنت واللي خلفوك. بعد الشر عليا. بنت هنوسة عايز إيه؟ قومي اعملي لي كوباية الشاي من إيدك الحلوة دي. مش بشتغل عندك ولا بشتغل عندك خدامة؟ ما تقوم تعمل لنفسك. بتصلح معايا يا بنت. يا نوسة لو تعرف انا طول الليل قاعد افكر في ايه. بفكر في بيرت ممرة كده اعملها انا وانت. تفكر اللي يسمعك كده يفتكر انت واللي خلفوك اللي بتفكروا في نمر الفرقة مش ابويا اللي خلفوني. نعم جرايا يا بنت. مالهم يا الدلعات اللي خلفوه؟ ايه مش هما دولهم اللي لبسوكي ونجروكي وخلوكي نجمة الفرقة؟ مين الكبير بتاعكم اللي هنا؟ خير يا جدع انت؟ انا الكبير. ما تصدقوش الكبير نايم جوه. يعني اتكلم مع مين انا دلوقتي؟ تعال اما اوديك لابويا. تعال. استني يا ست نوسة. الله جريها باندي، مش انت حضرتك اللي كنت جاي متهز امبارح عشان تاخد المهندس وتمشي؟ ايوه يا ستي انا. بالاخر كده انت عايز الكبير في ايه؟ مين يا فندي انت اللي عمل العمله السوداء مع الباشمهندس امبارح؟ جاريه يا فندي عملت ايه؟ ده احنا حتى شايلينه على كفوف الراحه. انا نفسي اعرف مين المؤذي ابن المؤذيه اللي عمل العمله السوداء دي مع الباشمهندس. احنا عملنا فيه ايه؟ ده احنا كلنا بنحبه، ده الراجل جمايله مغرقانا. تقوموا تغصبوا عليه ياكل معاكم بالسم الهاري. ده انا لسه بقول له بسم الله. بسم الله ما شاء الله الاكل عاجبه، اصله حيرش راح نازل عليه حتتك باتتك. خلص على اللي قدام. تقومي تعزميه على موته. هو مات. لف من بقك بعد الشر ان شاء الله. انت هو حصل له ايه؟ الحمد لله جت سليمه، لحقناه في المستشفى وعملنا له غسيل معده. الظاهر ان كان واكل حاجه مشمومه او مسمومه. ما تقولش كده يا فندم. ليه؟ ده احنا كل يوم بناكل من الاكل ده ثلاث طقات الحرج ده. بس مش ممكن ابدا هتجيبوا معدتكم زي معدته. انتوا معدتكم تطحن الزلط.
يا عم سيبك منها، هو عامل ايه دلوقتي؟ اهو مرمي في المستشفى بين الحياة والموت. يا لهوي في المستشفى؟ ابوه كان لسه معايا من ساعة وحلف قال لازم يجي ويطردكم كلكم. انا بنصحكم لازم تاخدوا بعضكم وتمشوا من بكرة الصبح. ايوه يعني انت جاي تعمل النمرة دي كلها وتهددنا عشان نخرج من الارض، فتقوم انت جايب خيمك ونصبها في الارض وتصرف بيها بمعرفتك، صح يا حلتها؟ انتوا طلعتوا لي من انهي داهية بالظبط؟ احنا اللي مشينا من هنا الباشمهندس بس، وساعتها نسمع كلام. هو اتفق معانا كده، قال يا معلم خربوش انت تخليك في الارض 3 ايام بلياليهم. مش هو برضه صاحب الارض؟ الله، امال انت تطلع مين اللي ما تسمع اللي قدامي ما كنتش قريبه؟ والنبي الظاهر عليك عمه حته منه، بسم الله ما شاء الله. هي مين اللي كانت معاه امبارح؟ هو صاحب الارض ولا مين يا غاده؟ دفاعي الله يخرب بيتكم. ابص روحي فجاه لقيتني كبرت، فجاه كبرت تعبت. بتعمل ايه يا منيل على عينك؟ ايه يا ماما، اخدت سجاره جربها. وبتعمل ايه بقى في السجاير؟ بسلكها يا ماما. يا حبه عين امك، وكان ايه يا اخويا اللي صدقها؟ اصل هحط فيها حته شوكولاته. شوكولاته يا ممدوح؟ انت ايه فاهم ان انا مش عارفه ان ده حشيش يا منيل؟ حشيشي بس يا ماما، انا بتاع الكلام ده يا ماما. ما هو ده النيل اللي ابوك بيلفهولي نهار وليل. انت ايه خلاص ما كنتش فالح في حاجه ابدا؟ بصراحه انا بعمل كده عشان اروق دماغي عشان المذاكره. عشان المذاكره؟ يا سلام يا اخويا، دقني اهو لو فلح. اسمع يا حبيبي، انا عايزك كده تذاكر عشان تنجح، عارف لو نجحت ابوك هيعينك عند حسين بيه في الشركه بتاعته. يا ريت يا ماما يا ريت. ذاكر بس انت يا عينيا وانجح، وانت تتعين في الشركه. بس عارف بقى يا دوحه، لما تتعين في الشركه عينيك الحلوين دول ما تفوتش لحظه الا وهي على منى. ايوه كده يا سوسو يا عسل، هو ده بقى الرسم المظبوط يا قمر. عارفه بقى لو قدرت اوقع البنت دي في دباديبي حق يا ويلي، دي تبقى اتفتحت لك طاقه القد. اتفتحت لك لوحدك، دي تبقى اتفتحت لنا كلنا. اطمني وحطي في بطنك شمامه صيفي. بطيخه يا مني؟ شمامه بطيخه، هو كله حلو وبيتاكل يا سوسو. اديك بقى على باريزه حنينه تدفيني. ليه بقى؟ ما انت لاهف مني 20 جنيه امبارح. ما تدقيش بقى يا جميل، بكره يرجعوا لك الافات لما اتجوز منى. يا رب يكتبها من نصيبك يا ممدوح يا ابن احسان. مش المفروض اروح اطمن عليه يا عسليه؟ الا المفروض، ده انت المفروض تجري عليه كده وفريره كمان. اتكسف اروح، هيقول عليا ايه؟ مش هيقول عليك يا حاجه، بالعكس ده الجدع هيفرح قوي. بقول لك ايه يا عسليه، ما تيجي معايا؟ لا يا اختي، اجي معاك اعمل ايه؟ اهو بردك ما بقاش لوحدي. لا اجري دلوقتي وروحي له بدل ما تطلع في دماغ جمالات وتروح له قبليكي. بس انا خايفه من الاسم خربوش ده، يقعد يغلس عليا ويقول لي رايحه فين. جرايه يا نوسه، وهو من امتى بعيد الاسم خربوش ده ليه حكم عليكي؟ ده انت الوحيده هنا اللي اول ما بتحبي فيه بيكش منك على طول. ايوه صحيح، عندك حق يا عسليه، وبعدين هو ماله مال؟ بس هيقول لي عندنا تدريب والشغل ومعطلانه. بقول لك ايه يا اختي، لا شغل ولا مغل، اللي بنبات فيه بنصبح فيه. ولما يسالك خربوش انت رايحه فين قولي له رايحه اشتري حاجه من السوق، ولما تروحي هناك بقى المستشفى للباش مهندس يبقى يحلها الف حلال ويبقى يخبط دماغه في الحيط. يوه حرام عليك يا منى بقى، انا زهقت خلاص، زهقت. انا هقوم اروح امر على المصنع ولا اروح الشركه؟ محبوس انا هنا ولا ايه؟ بابي قال لك ما تخرجش النهارده. لا مش هقدر اقعد اكتر من كده. طب استنى نصاي كمان. اشمعنى يعني نصاي؟ عشان يكون بابي سافر وركب الطياره ولو سال عليك يلاقيك هنا في المستشفى. اقعد تعالى. عمر سلامتك يا حبيبي، الف سلامه عليك. مها ازيك يا مها، انت ايه اللي جابك؟ مين اللي قالك؟ منى اللي قالك لي. طمني عليك، انت عامل ايه دلوقتي؟ لا ده حاجه بسيطه خالص الحمد لله. انت ما تتصورش انا كنت ماشيه على سرعه كام، وكل ما السواق يبطئ اخليه يمشي بسرعه اكتر. تعبان. روحي جيبي الدكتور، روحي جيبي الدكاتره كلهم. ولا اقول لك استنى، انا هتصل ببابا يبعت وزير الصحه. ايه ده ما تخافيش، ده بيتسلبط. مش انت بتتسلبط يا عمر؟ ده كان عايز يخرج من شويه. طب اقول لك على حاجه، خد ما هي يلا خديها بره. ايه عايزين اخرج؟ عايزين اخرج يا منى، بتكرهيني للدرجه دي؟ عايزين اموت. بقول لك تعبان. ما تتصرفي يا منى، بيقول لك تعبان وهيموت. طب ما تساليه تعبان حاسس بايه؟ مالك يا حبيبي حاسس بايه؟ حاسس. ايوه دوري بقى على حاجه بتوجعك. ماشي يا منى ليك يوم. اروح انا اشوف لك دكتور؟ والنبي يا مها، يا ريت تروحي تشوفي لي دكتور لحسن، تعبان قوي. من عينيا الاثنين. مش لو كنت سبتيني اخرج كان زماننا فات اللزقه دي. اخت عليك يا عمر، دي بتحبك وراحت تنده لك الدكتور.
خير عليكم. نوسة سلامتك يا باشمهندس. الله يسلمك. تعالي يا نوسة تعالي اقعدي. واقفة ليه؟ تعالي. ايه يا عمر؟ قوم تعالي اقعدي. دي منى اختي بتاعتي اللي شفتيها امبارح. اه معصفور قال لي عليها. ازيك يا ست منى؟ ايه ست منى دي؟ انا منى بس استريح. تصورش لما عم عصفور النهارده قال لي انك تعبت بسببنا انا زعلت قد ايه، قلت يا ريتني ما كنت غصبت عليه. ولا يهمك يا نوسه خالص ولا يهمك، ده انا كان نفسي في الاكله دي قوي، ولولا بس ان خربوش حط لي يعني الفلفل والشطه في السلطه ما كانش حصل ما حصل ده، بس يعني انا هرد له بمقلب ده، بس دي كانت اكله لذيذه قوي. بس تعبتك يا ريتها جت فيانا. بعد الشر عليك يا نوسه ما تقوليش الكلام ده، هي علقه تفوت ولا حد يموت. انا ايه ما اكلت الاكله دي؟ بعد الشر تعبتك؟ لا خالص انا متعوده على الحاجات دي، انت فجاه هتلاقيني بطب عليك وباكل معاكوا. ده انت تشرفينا يا ست منى. وانت بتاكليها فين بقى يا ست منى؟ ها قولي قولي بدل ما اقول لبابا. لفيت على دكاتره المستشفى كلهم مفيش حد رضي يجي معايا، بيقولوا ان الدكتور شافك وبيقول انك كويس وانا كمان تقدر تخرج النهارده. هما يعني اللي عيانين وانا اللي عيان؟ انا عايز افهم. انا تعبان، انا تعبان مش ماشي من المستشفى. سلامتك يا باشمهندس. الله يسلمك. سوري ما خدتش بالي. مين دي يا عمر؟ ها؟ ها مين دي؟ دي نوسة. دي نوسة انت مش عارفاها ولا ايه؟ نوسة؟ نوسة مين يعني؟ نوسة نوسة بتاع سلام. نعم. خد اقولي مش هنا يا بيت. اه ما انا باجي اهو ما البزحف. نوسة فين؟ معرفش. ضيع سلام كهربا. لا تكهربني ولا كهربك. اوعى ده احنا بتوع الكهربا كلها. ورحمه ابويا وامي اوصلك من الضغط العيالي. نوسه فين يا علو؟ لواطي اوعى بقى سيبني. خرجت. خرجت راحت فين؟ معرفش. بقول لك ايه يا بنت، انا شايفكم وانتوا قاعدين تتودودوا مع بعض، يعني سرها معاك انت. البيت راحت فين؟ اوعى ايدك يا خربوش. قلت لك معرفش. معرفش يا اخي. طيب يا بنت راحت في دراعي. اه خربوش دراعي. دراعي خربوش هتكسره. انت راحت بنت يا خربوش هتكسره في ايدك. مش هسيبك غير لما تقول لي نوسه فين. ما تستنى بالله بقى يا خربوش. عيب كده بقى. اهم نفسك يا ولا عنده كلمه ما. دراعي هيتكسر يا ناس. الاقي يتكسر رقبتك على صدرك. حوش يا ماشي مش هتقف تتفرج. بس سيب البنت يا خربوش. الله في ايه؟ ايه الهيصه اللي انتوا عاملينها دي كلها؟ في ايه عملتك ليه البيت وبوز ناس في الاسماعيليه العسليه دي؟ مش راضي يا طنط او تقول لي نوسه خرجت راحت فين؟ اه يا دراعي شايفه عمله يا جمالات؟ والله العظيم الواحد يسيب لكم الدنيا دي كلها ويمشي. يرضيكي كده يا جمالات؟ سيب ايدها طيب. الله كل الهيصه دي اللي انت عاملها عشان حبيبتي القلب اللي اسمها نوسه خرجت من غير ما تستاذن؟ جمالات فكك من الموضوع ده. ما تتفرعنش قوي كده يا خربوش. الله عسليه ذنبها ايه عشان يحصل لها كل ده؟ كراسي مانع. حط لسانك في بوقك بدل ما اقطعلك لسانك. طب مطوه في ايه؟ الله انت اوصل اللي انت عاملها دي يا خربوش. يرضيك يا عم حسن؟ يرضيك يا ابو نوسه؟ البنت نوسه تخرج من غير اذن؟ يعني ايه ملاش كبير؟ نوسه مش صغيره يا خربوش، وبعدين عقلها في راسها والغايب حجته معاه. الله الله يعني هتطير مخلها؟ عاجبك المسخره بتاعتها دي؟ احترم نفسك يا خربوش. يعني ايه طرمخه؟ ها جرايه سبع البرومبا. ايه يا سي حسن يا كوبتا؟ بدل ما تشكر اخويا ان خايف على بنتك بتتخانق معاه. انا بس اللي خاف على بنتي. يا تلعادي خايف على بنتك يا ارتصتك يا اخويا خرجت من وراه. لم نفسك يا جمالات ومفيش داعي للكلام ده. وانت يا اخويا منك له وفين تتفرجوا على ايه؟ يلا على شغلكم يلا بقى كده. مش مش سايبه كان هيكسر لي دراعي وانت واقف تاخد وتدي معاه في الكلام. هو يعمل لك ايه يعني سبع البرومبا بتاعك ده يا بيت؟ ما كفايه بقى خربوش وما تزودهاش وخلي النهارده يعدي على خير. لو ما عداش على خير يا حلت امك يعني هتعمل ايه؟ وبعدين منك له ايه؟ مش هنخلص من الموال ده ولا ايه؟ كوبتا لا يا حبيبي ما تجعرش قوي كده عشان صحتك انا محتاجاها. نوسه دي اصلها فنانه شعبيه كبيره قوي. اصلك ما اتفرجتيش عليها. كتر خيرك يا باشمهندس. لا والله ما سمعتش عنها. اصلك مش مهتم غير باغاني التافهه بتاعت اليومين دول. وانت بقى عندك سيديهات وديفيديهات نتفرج عليها او نسمعها؟ ايه الحاجات دي؟ الحاجات اللي انت بتقولي عليها يا مها دي ما بتهمش الفنانين اللي زي نوسه. اللي زي نوسه منهم للناس، فنانين شعبيين. يعني ايه؟ انت مش عندك سيديهات وديفيديهات لمحمد منير وعمرو دياب مثلا؟ ومع ذلك بتروح حفلاتهم عشان تشوفيهم قدامك وهم بيغنوا وبيرقصوا، مش كده؟ اهو ده بقى شكل من اشكال الفن الشعبي. هو ده الفن الحقيقي. انا نفسي تيجي معانا مره المولد وتشوفي نوسه وهي بتغني وتشوفي الناس بقى مقبولين عليها قد ايه. كتر خيرك يا باشمهندس. ربنا يكبر بخاطرك يا ست منى. انا ما بقولش غير الحقيقه يا نوسه. وانتي بقى بتغني في الشارع كده عادي؟ لا طبعا يا ست منى. ما قلنا مفيش حد ستك هنا بقى. الله
اللي عايزه تناديله تناديله باسمه عادي جدا. انا اسمي عمر ودي اسمها منى واللي هناك دي اسمها مها. وانت مالك زعلت قوي كده؟ ما تخليها تتكلم على راحتها واديها فرصه تجاوب على سؤالي يا باشمهندس. انا اريحها يا باشمهندس، انا مش غازيه يا حبيبتي عشان ارقص في الشارع. انا بشتغل في فرقه ابويا ولينا خيمه وفيها مسرح وكراسي وناس بتقطع تذاكر وتوسع كده عشان تدخل تتفرج علينا. والفرقه دي بقى اسمها ايه يعني عشان نبقى نروح نتفرج عليها؟ اسمها فرقه حسن كفته. حسن كفته؟ سمعت الاسم ده بتقول لك حسن كفته؟ ايه اللي يضحك يعني حسن كفته؟ يعني ايه اللي يضحك يعني؟ ما كل عيله وليها اسم شهر، هتلاقي فيه عيله الحمار وعيله البغل وعيلة الزير عادي جدا، وانتوا اللي يدور في عيلتكم هلاقي اسمي يفطس من الضحك. انا اسمي مها عبد القوي شديد. تقولش يعني شديد ده اللي عادي يعني؟ هتلاقي باباكي مخبي مصيبه بعد شديد دي. ما افتكرش. لا افتكر افتكر، هتلاقي جدي من جدودك اسمه زعبوله ولا حاجه. عموما انا جيت عشان اطمن عليك وعشان اقول لك ان عم عصفور مدينا مهله ساعه عشان نمشي من الارض. ما حدش يقدر يمشيكوا، انتوا هتفضلوا قاعدين في الارض دي لغايه اخر مولد. كتر خيرك يا باشمهندس. طيب اسيبك انا بقى افوتك بعافيه. ليه بس يا نوسه ما بدري؟ معلش لازم امشي. الف سلام عليك يا باشمهندس. الله يسلمك. مع السلامه يا ست منى. نورتينا يا نوسه. انا مش فاهمه ايه الاشكال اللي انت بتخليها تيجي تزورك في المستشفى دي، وبعدين عايزه تتكلم معانا كده عادي تقول لك عمر وتقول لي مها. ايه يا مها مالك في ايه؟ ما تفوقي، بلاش العنطزه اللي انت فيها دي. مالها نوسه مش عاجباكي في ايه؟ ولا عشان انا فقيره يعني؟ الفلوس مش كل حاجه، ولازم تتعودي تحبي الفقير قبل الغني. ياه ده انت بتحبها اكتر مني بقى. انا بحب كل الناس بصرف النظر عن فقرهم او غناهم. طب اسيبكوا انا بقى تحلوا مشاكلكوا واجي في وقت تاني. خد يا منى هنا تعالي ما تسيبنيش، اقعدي هنا. انا لازم اروح اغير هدومي. هدومك ده الطقم اللي انت لابساه ده شيك شياكه، ده احلى حاجه شفتها عليكي. اقعدي. بجد؟ اه جميل قوي. بس انا لابساه من امبارح. بقول لك يا مها خلي بالك منه لحد اما ارجع، ده كان تعبان قوي قبل ما تيجي نوسه عشان خاطري خلي بالك منه. لا ما تخافيش، ده انا ليا معاه حساب كبير قوي. ممكن اعرف اذا ما جتش عيد ميلادي امبارح ليه؟ I'm